اليوم يسعدني بأني أكون موجود بين هذه النخبة، ويسعدني أيضا أني أستمع منكم لتقييمكم لهذا البرنامج، وتقييمكم أيضا لدور الوزارة وتطلعاتكم المستقبلية اللي بدنا نشتغلها يعني سوية. الخطة الموضوعة فيما يتعلق بشبكة القيادات الشبابية هي خطة مملوكة لكم وليست مملوكة للوزارة يا أخوان. أنتم تعدلوا على هذه الخطة وأنتم تعدلوا على هذا البرنامج. نجلس اليوم نتحاور بما تضعونه من خطط ومن برامج، وما علينا إلا واجب التنفيذ وواجب تقديم الدعم والمساندة بهذا الخصوص. أنا شاب زيكم، سأعمل على إعادة تطبيقه وعلى إعادة تنفيذه. حقيقة اليوم اللقاء طرحنا فيه العديد من المقترحات المهمة لتفعيل دور الشباب الأردني بشكل عام في المحافظات، وتحديدا في المراكز الشبابية والمرافق التابعة لوزارة الشباب، إضافة إلى أهمية تفعيل شبكة القيادات الشبابية خلال المرحلة القادمة، مرحلة التعافي من جائحة كورونا. شبكة القيادات الشبابية اليوم بتضم مجموعة من القيادات الشبابية داخل كل محافظة. الهدف من هاي الشبكة وجود إطار عمل استراتيجي تنموي لحتى إحنا نوظف الطاقات الشبابية. هاي الشبكة دورها إنها تفعل الطاقات الموجودة داخل المحافظات، بالإضافة إلى تفعيل دور المراكز الشبابية واستقطاب مشاريع تنموية للعمل على الشباب داخل المحافظات.